بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سائق سيارة يقوم بمناورات وتجاوزات خطيرة على الخط المتواصل على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، مما انجر عنه تعريض حياة الغير للخطر مع إمكانية وقوع حادث مرور خطير كون هناك سيارات تسير في الاتجاه المعاكس. وبفضل الاستغلال الأمثل لمقاطع الفيديو ورقم تسجيل المركبة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من تحديد هوية سائق السيارة، أين تم استحضاره وتوقيف سائقها، حيث تم إخضاعه إلى جملة من الإجراءات القانونية والتي بموجبها تم تحرير ضده جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وهذا بموجب نص المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مخالفة تجاوز الخط المتواصل. تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيه وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة. يبقى دائما الرقم الأخضر 1055 وصفحة طريقي عبر تطبيق الفيسبوك في خدمة كافة المواطنين للتبليغ عن أي مخالفة في القانون لضمان التدخل الفوري.